اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات محمد اسماعيل للمعلومات. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وسلامه. النهارده راجع لكم معايا حلقه بسيطه جدا، ازاي ترجع شكل الفيسبوك الى الشكل القديم بدل من الشكل الجديد، لان في ناس كتيره مش حابه الشكل دوت. بس قبل اي حاجه ادعوكم للاشتراك وعمل كومنت وشير وتعليق لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نشوف الدنيا فيها ايه. مبدئيا ده الشكل بتاعنا بتاع الفيسبوك بتاعنا اهو، ده الشكل الجديد. حلو الكلام. طبعا بتبتدي تشوف الدنيا فيها ايه وكده. طيب انا حابب ارجع للشكل القديم لان الشكل الجديد مش عاجبني. في اداة هنستخدمها مع بعض، هسيبها لكم في الديسكريبشن. دي اداة بسيطة جدا بتستخدمها على اي متصفح معاك. انا دوت عشان انا شغال على المتصفح الفايرفوكس، فانا هقدر انزلها بمنتهى السهولة اهو. بدوس عليها من هنا من الموقع بتاعها اهو. كل اللي بنعمله بنسطبها على الفايرفوكس. طبعا انت لو عندك جوجل كروم اوبرا هتلاقي نفس النظام هيشتغل معاك عادي، بس احنا دلوقتي هنشتغل على فايرفوكس اهو. ثواني، هو مش هياخد منك كتير اهو. بعد كده بتقول له حتى السماح في النوافذ الخاصه. خلاص انتهى المشوار، بينزل معانا بالشكل ده اهو لو احنا شايفين. طيب نروح نشوف على الفيسبوك، نشوف كده، نشوف معانا شكل الفيسبوك. كلنا هنعمل بس ريفرش اهو. ثواني، معانا رجع معانا الفيسبوك اهو القديم عادي جدا، مفيهوش اي مشكله. تقدر تظبط تشوف الدنيا بتاعتك فيها ايه. طبعا هو بيبقى بطيء السكه طبعا على اعتبار ان هو لسه اول مره ينزل معاك اهو. هتديله الوقت بتاعه وهيشتغل معاك، مفيش مشكله اهو. خلاص كل حاجه هترجع زي ما كانت بالظبط اهو. وبكده اكون خلصت الحلقه، واي استفسار اي سؤال انا معاكم. ومتنساش من شير وكومنت وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.